واحنا بطريقنا للهوار سمعنا صوت اطلاقات ناريه بوحده من المناطق اللي مرينا بيها القرى. سالنا الناس، سالناهم جماعتنا اصدقائنا شرطه الحدود. واحد من الخيرين قال ابي اسولف لكم سالفه، هاي قبل هاي طبعا دقه عشائريه، لكن خلي اسولف لكم على اغرب دقه عشائريه صارت هنا. تخيلوا، ما نريد نسميهم، الجماعه هنا حاطين رايه العباس بالهور، رايه العباس حتى تمنع الصيد الجائر. اجوا الجماعه هذا الطرف وصادوا بهذه المنطقه، والصيد الجائر وبالطرق اللي هوايه ناس تعرفها، صحوا لها النتل مو صحيح؟ هذه الطريقه يعني بالكهرباء. الجماعه جوا وقالوا لهم يا ابي ليش كسرتوا رايه العباس؟ وش تبكوا اثنينهم؟ والنتيجه 9 ضحايا، 5 من الجماعه أليف وخمسة وأربعة من الجماعة باء. هذه هي أغرب دقة عشائرية سمعنا عنها بالأهوار اللي صار لها أيام، واللي رواها للمنطقة هنا موجودين ساكنين قريب هور الحويزة.